بسم الله أبنائي وبناتي طلاب وعشاق اللغة الإنجليزية، النهاردة هنحكي معاكم الحلقة الثانية من كورس تأسيس القواعد، وهنناقش زمن الماضي البسيط past simple tense. يلا يا أولاد نروح نشوف زمن الماضي البسيط. أوكي يا أولاد، زمن الماضي البسيط. زمن الماضي البسيط past simple tense. الماضي البسيط زي اللغة العربية يا أولاد، عندنا مضارع وعندنا ماضي. في الإنجليزي يا أولاد عندنا نوعين من الأفعال، أفعال منتظمة regular verb، وهذه الأفعال تقبل إضافة ED أو دي أو أي إي دي، وهنتكلم يا أولاد بالتفصيل إمتى إي دي وإمتى دي وإمتى أي إي دي. النوع الثاني من الأفعال يا أولاد أفعال غير منتظمة irregular verbs، irregular verbs أفعال لا تقبل إضافة ED أو دي أو أي إي دي، ولكن تحفظ كما هي، تحفظ كما هي لأنها خرجت عن القاعدة يا أولاد. تعال نشوف أفعال منتظمة. كوك، عايزين الماضي من كوك يا أولاد، فعل منتظم يقبل إضافة ED كوك. موف، آخر حرف يا أولاد كان حرف الإي، عايزين الباست سيمبل الماضي البسيط من موف، موفد. خلصنا الإي دي، خلصنا الدي يا أولاد، أن ينتهي الفعل بحرف إي نكتفي بدي فقط. نحكي حكاية الآي إي دي. الآي إي دي يا أولاد أنا أستخدمها في حالة واحدة، أن ينتهي الفعل بحرف واي، في شرط يا أولاد أن يأتي قبل الواي حرف كونسونانت. كونسونانت يعني ساكن من الحروف الساكنة، احنا عندنا 5 فاول، الاي والاي والاي والاو واليو، 21 حرف كونسونانت. إذا جاء قبل حرف الواي حرف من الحروف الساكنة نمسح الواي ونعملها اي اي دي، تايدي تايدد. فين حرف الواي يا اولاد؟ مسحنا حرف الواي وعملناه اي اي دي. متى نترك الواي كما هي؟ اذا جاء قبل الواي حرف باول. يبقى عندنا كلمة كونسونانت يا اولاد حرف ساكن، وعندنا باول حرف متحرك، 5 حروف متحركة، الاي والاي والاي والاو واليو. بلاي بلاي، شايفين الواي يا أولاد استمرت، ما مسحنا حرف الواي، تركنا الواي كما هي لأن جاء قبلها حرف باول حرف الاي وضفنا ايدي مباشرة. عكس تايدي يا أولاد، مسحت حرف الواي وضفت اي ايدي، خلصت الاي دي الدي الاي اي دي. باقي معايا الرابعة يا أولاد، امتى نعمل دبل؟ وعايزين نركز هنا شوي، امتى اعمل دبل يا اولاد؟ اضاعف الحرف الاخير قبل اضافة ايدي. لنا شرطين، لو كان الفعل من مقطع واحد وان سيلابل وينتهي بحرف ساكن كونسونانت اخر حرف ساكن وكان قبله حرف متحرك فاول، نضاعف دبل ذا كونسونانت، نضاعف الحرف الساكن قبل إضافة إيدي. شرطين مهمين يا أولاد، ما حدش يا أولاد يحكي فعل كبير ويقول لي أنا هعمل أضاعف الحرف الأخير، لا لازم يا أولاد الفعل يكون مقطع واحد. مثال كلاب كلاب،
آخر حرف ساكن، قبله متحرك، الفعل من مقطع واحد. كلاب، ضعفت البي وضفت الاي دي يا اولاد لتحقق الشرطين. سكيب، سكيبت، ضعفت البي، دروب، دروب. اوكي يا اولاد، دروب، ضعفت البي وضفت الاي دي. يبقى دول يا اولاد 4 اشكال للافعال المنتظمه، نضيف اي دي وده بنسبه 95%. دي لما ينتهي الفعل بحرف اي، اي اي دي مع حرف الواي فقط، وان ياتي قبلها حرف ساكن. الرابعه يا اولاد موضوع الدبل، نعمل نضاعف الحرف الاخير. افعال غير منتظمه لا تقبل اضافه اي دي او دي او اي اي دي الريجولار فيرب، وفي ناس تسميها افعال شاذه لانها شذت عن القاعده. برضو يا اولاد ليها 4 اشكال، كو، وينت، سي، سو، كم، كيم، كات. كات ممكن الفعل يفضل زي ما هو. ايوه يا اولاد، في مجموعه افعال فيرب 1 هو فيرب 2 هو فيرب 3. بقول فيرب 1 يا اولاد، فيرب 2 اللي هو التصريف الاول والتصريف الثاني. يبقى الماضي البسيط يا اولاد هو التصريف الثاني للفعل. لو حد يا اولاد متعود يسمع كلمة التصريف الثاني، الماضي البسيط هو التصريف الثاني للفعل. كيف نأتي بالتصريف الثاني؟ هل الفعل منتظم يقبل إضافة اي دي او دي او اي اي دي او دبل كونسونانت وإضافة اي دي، او فعل غير منتظم؟ تعالي يا اولاد نيجاتيف، تعالوا ننفي، عايز انفي يا جماعه، استخدم ديدن بلس فيرب 1، ديدن بلس فيرب 1. I didn't go to school. I didn't go to the park yesterday. I didn't go to the park yesterday. كلمات تدل على الماضي البسيط. لازم يا اولاد بعد didn't استخدم فيرب 1. لازم يا اولاد بعد didn't استخدم فيرب 1 اللي هو التصريف الاول للفعل بدون اضافات. كلمات تدل على الماضي البسيط: yesterday امس، last الماضي، last week الاسبوع الماضي، last month الشهر الماضي، last year العام الماضي، ago منذ، a week ago، a week ago منذ أسبوع. yesterday، last ago، yesterday، last ago من كلمات الماضي البسيط. اتفقنا يا أولاد؟ نقدر نعمل جمل في الماضي يا أولاد. اللي عايزين يكتبوا جمل في الماضي يا أولاد يكتبوا، اللي عايزين ينفوا جمل في الماضي ينفوا يا اولاد. تعال نروح لينك يا اولاد، كالعاده كل قاعده يا اولاد بشرحها معاكم بيبقى لها لينك. ما ننساش نعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، انشروا لينك الفيديو يا اولاد، نوصل لاكبر عدد من الناس يا اولاد اللي عايزين يفهموا ايه زمن الماضي البسيط. تعال يا اولاد نروح لينك نفتح زمن الماضي البسيط. اوكي يا اولاد، هنبدا بالافعال المنتظمه اهو يا اولاد. listen، listen، cook، هنعمل ايه يا اولاد؟ cook، look، هنعمل ايه يا اولاد؟ انضف لها اي دي، call، انضف لها ايه يا اولاد؟ اي دي، وهكذا يا اولاد في المجموعه كلها. دي المجموعه الاولى. المجموعة الثانية اد دي، نضيف لها دي فقط يا ولد، زي كلوز، كلوز، لايك، لايك، ليف، ليف، اخرها دي ايه يا ولاد؟ نضيف لها دي بس. شير، شير، شايفين يا اولاد انا ما بكملش معاكم،
حرف الواي أهو يا أولاد، مسحنا حرف الواي، جاء قبله حرف ساكن، كراي كرايد، فراي فرايد، تراي تراي ترايد، دراي درايد. أفعال دبل ذا كونسونانت بنضاعف يا أولاد الحرف الساكن، وآد إيدي، سكيب سكيب، ستوب ستوب، بن بند دبل بي، كلاب لابد، وهكذا يا أولاد. خلصنا يا أولاد الأربع أشكال الأفعال ريجولار المنتظم. نروح أفعال الريجولار فيرب، أفعال غير منتظمة يا أولاد. تعالوا سليب، عايزين الماضي من سليب، بنحافظ يا أولاد، سليب، كيب كيبت، سويب سويبت، باي بوت، برينج بروت، teach thought think thought، كلها عيلة اوت يا أولاد. المجموعة الثانية يا أولاد سهلة جدا، change the vowel، أسيب لكم الرابط يا أولاد، هتغيروا الفاول بس. swim swam، غيرنا الاي بقت اي، get الماضي من get يا أولاد got، أفعال غير منتظمة يا أولاد تحفظ كما هي، run ران، ويك ووك، رايد رود، رايز روز، سينج سانج، كم كيم، جيف جيف، نو الماضي من نو يا أولاد، نيو بلو بلو، درينك درانك، رايد روت، درو درو، سيت سا. المجموعة الثالثة ام، عايزين الماضي من ام، واز الماضي من از، واز ار وير، عملية سهلة يا أولاد والأولاد بيحبوا اللينكات، دو ديد جو وينت، ايت ايت ايت، have had make made take took see so fly flew sell sold tell told find found send sent. وبكده يا أولاد نكون أنهينا مع بعض زمن الماضي البسيط، واسيب لحضراتكم اللينك بتاع القاعده اللي احنا شرحناها، اجابتنا باللون الاحمر يا اولاد صحيحه، اجابتنا باللون الاحمر كلها صحيحه، حصلنا على 7 من 10. ليش يا اولاد؟ علشان احنا ما كملناش، لكن انتوا تكملوا ان شاء الله. وبكده يا اولاد نكون شرحنا الماضي البسيط، انتظار تعليقاتكم وارائكم يا اولاد ومقترحاتكم علينا عشان ننفذها يا أولاد. شكرا يا أولاد وإلى اللقاء.